في شأن آخر، أعلن قائد الشرطة الإيرانية إسماعيل أحمدي أن السلطات تعمل على وضع برنامج معلوماتي ذكي يسمح بدخول انتقائي ومراقب لمستخدمي الإنترنت إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر المحجوبين هذا اليوم من قبل السلطات، فيما تخضع غيرها من مواقع التواصل وعشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الأخرى تخضع لرقابة مشددة في إيران منذ التظاهرات الكبيرة التي قامت بها المعارضة الإصلاحية بعد إعادة انتخاب محمود أحمد نجاد في يونيو 2009. وكانت إيران قد أطلقت الشهر الماضي نسختها الخاصة من يوتيوب لتشجيع الإنتاجات القيمة، كما أعلن نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني آنذاك. معي هنا في الاستوديو موسى الشريفي الباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا بك أستاذ موسى. واضح أن صفحة خامنئي على الإنترنت أثارت ردود كبيرة وهذه النتيجة، أليس كذلك؟ طبعا بالواقع تعرفين أنه النظام الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسه يعني قام بحجب الكثير من المواقع قبل لا تتوسع شبكة الإنترنت في إيران، عندما كانت الصحافة في بداية الثورة بعد 3 أشهر فقط من بداية انتصار الثورة قال الخميني بعظمة اللسانة: اكسروا هذه الأقلام، احرقوا هذه الجرائد، ولن نسمح بأي جريدة أو أي قلم يتنافى رؤيته أو كلامه أو فكره معنا. فبدت يعني بدأ التعتيم الإعلامي على كل ما هو يحمل معلومة أو تواصل اجتماعي من يعني من خلال جريدة أو إنترنت أو غير ذلك. ولكن الآن لماذا ظهرت يعني هذه البرنامج أو هذا التصريح من قائد الشرطة؟ هذا بعد أن تم يعني فتح حساب باليوتيوب وبالفيسبوك للمرشد علي خامنئي، فبعدما أثار ضجة في الداخل وتساءل الناس، كثير من الناس احتجوا من مستخدمي الانترنت قالوا لماذا يكون خامنئي يستطيع أن يدخل الانترنت أو يدخل الفيسبوك ونحن نمنع من الانترنت. فهذه الاحتجاجات أحرجت السلطات بحيث قاموا بهذا البرنامج، وهو برنامج يعني هم يبيعون بروكسي على الناس، ولكن هذا البروكسي محدد يعني انتقائي وليس مفتوح بالكامل، لأنه سبقا ما المخابرات الإيرانية في محاولة لاعتقال السياسيين والمعارضة أدخلت هي المخابرات الإيرانية قامت بإدخال بروكسي بزي مدني وبزي تجار، وباعوا هذه البروكسيات على مستخدمي الإنترنت. وبعد أشهر تم القبض على كثير من مستخدمي الفيسبوك والتويتر والتواصل الاجتماعي من خلال معرفة هذه البروكسيات اللي هم المخابرات قام فيها. إذا كان هو تقنين أو تحديد لعدة مواقع يمكن دخولها، لو تحدثنا عن نسبة هذا التقنين أو التحديد إذا عندك معلومات بحسب هذا القانون الأخير. والله هم يعني إيران تعرفين كل الوسائل الإعلام اللي خارج البلد يعني خارج نطاق سياسة الحكومة هي محجوبة. الآن مثلا العربية قسم الفارسي اللي احنا نعمل به، هناك أصدقاء لنا في الداخل يقولون لما نشوف رابط من العربية ونريد ندخل عليه يجينا مسج ويقول إذا مرة ثانية حاولت الدخول على هذا الموقع سوف نقرمكم قرامة 10 ملايين. أنا أصلا مكتب ما عدنا لا الموقع يعني الموقع الانترنت حتى استهدفوا المكتب وسكروا المكتب من زمان. طبعا هكذا لبي بي سي، هكذا لفويس أوف أمريكا، كل المواقع اللي يعني تتحدث باللغة الفارسية أو حتى باللغة العربية محجوبة في إيران. فلهذا السبب يعني هم بعد ما أعطت بعض الجرائد إحصائيات أنه في إيران 36 مليون مستخدم للإنترنت، رغم كل هاي يعني محاولات حجب الإنترنت والفيسبوك والتواصل الاجتماعي، ولكن بمعنى أنه في أدوات يستخدمها الشاب الإيراني الآن. نعم حتى يكون جزء من عالم التواصل الاجتماعي طبعا، ويتواصل ويا اللي بعمره مثلا بالخارج طبعا، يكون جزء من العالم طبعا النهاية. وهناك وعي يعني وعي جماهيري متصاعد بين القوميات الإيرانية في الأهواز، في أذربيجان، في بلوشستان، وكل هذه القوميات تحاول من خلال الإنترنت توصل معلوماتها، توصل يعني تكسر التعتيم الإعلامي اللي يحصل يعني عليها داخل إيران. فلهذا السبب النظام حاول أن لا
لا يكون يعني حجب كامل، خاصة بعد الإحراج الذي تم من خلال فتح خامنئي والتساؤلات صارت. فهم يريدون بعض الناس يدخلون على موقع خامنئي فلا يمكن أن يحجبوها كاملا يعني، فخلوا هذا المتنفس وبرقابة مشددة. شكرا جزيلا لك أستاذ موسى الشريفي الباحث في الشؤون الإيرانية، شكرا على وجودك في الاستوديو.